21 أكتوبر 2021 من استديو شمس البحرين، نصبح عليكم بالخير والسعادة والحب وين ما كنتوا تتابعونا مشاهدينا في حلقة يوم الخميس. وطبعا الخميس دائما يكون مختلف وخفيف، وحلقتنا تكون مليئة بالمعلومات المفيدة. قبل أن نتكلم عن فقرات دلال، شلون كان صباح الخميس وياك؟ ما في أحلى من صباح الخميس عبد الله، صباحك خير وصباحكم الخميس الونيس جميعا. حلقة اليوم بتكون خفيفة إن شاء الله ومفيدة متابعينا، بس قبل ما نبتدي فقرات حلقة نهاية الأسبوع في البداية مثل ما عودناكم بنتعرف على حالة الطقس وراجعين. ومع أولى فقرات البرنامج مشاهدينا بنكون معاكم مع معلومة جديدة بنتعرف عليها في فقرتنا الأسبوعية معلومة على الطائر. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا الأسبوعية معلومة على الطائر. اليوم معلومتنا عن جسر مائي في هولندا والذي يسمى بجسر فاليومير، والذي تم إنشاؤه في عام 2002، حيث يقع هذا الجسر بالتحديد في بحيرة فاليومير والتي منها استمد اسمه. فهذا الجسر عبارة عن قناة صالحة للملاحة تقع على الطريق N302 قرب هاردفيك في شرق هولندا، وبالتحديد أسفل جزء صغير من بحيرة فاليومير، وفي الوقت نفسه تربط بين البر الرئيسي لكل من هولندا وفليفولاند، ويتشكل أكبر جزيرة اصطناعية في العالم. إذا يقارب طولها 25 متر وعرضها 19 متر، ويصل عمق المياه فيها إلى 3 أمتار، وهذا يسمح للقوارب الصغيرة بالمرور خلالها، وحوالي 28 ألف مركبة تمر منها كل يوم. كذلك بنيت ممرات المشاة على جانبي الجسر لتمنحه مظهر رائع وفريد من نوعه. وتتمتع هذه البحيرة بشعبيتها الكبيرة والواسعة بين السياح القادمين إلى هولندا، خصيصا من أجل الاستمتاع والاستجمام على شواطئها ومشاهدة مياهها خلال أيام الصيف والمرور على الجسر المائي، حيث أصبح هذا الجسر من أبرز وأشهر معالم الجذب بهولندا. اليوم مشاهدينا معانا شابة كويتية طموحة شغوفة في المجال التقني رغم صغر سنها، فهي ما زالت طالبة في المرحلة الثانوية إلا أنها متميزة بجميع المقاييس. ضيفتنا اليوم حصلت مؤخرا على لقب أفضل مبرمجة في الكفاءة التقنية والبرمجية على مستوى العالم، ومو بس كذي، أيضا الأولى عربيا في مجال الخطابة باللغة العربية، فهي حتما فخر للخليج والعالم العربي كله. فيسعدنا ويشرفنا اليوم أن تكون معانا عبر برنامج الزوم من دولة الكويت الشقيقة الطالبة غلا العنزي. مرحبا فيك غلا وصباح الخير. صباح النور، ومشكورين جدا على هذه الاستضافة. أنا وايد سعيدة اليوم كوني معاكم، يعني أهل بحرين أهل من زمان، ويعني أخواننا، وإن شاء الله يا رب نلتقي قريب، ومشكورين وايد على هذه المقدمة الحلوة. الله يسلمك غلا، احنا في البداية وايد فخورين فيك ومبروك على حصولك لقب أفضل مبرمجة في الكفاءة التقنية والبرمجة على مستوى العالم. ألف مبروك يا رب. الله يبارك فيك، مشكور. خلينا نبتدي بتفوقك وحصولك على هذا اللقب غلا، شلون حصلتي على هذا اللقب؟ شنو هي اللغات البرمجية اللي تستخدمينهم أو تعلمتيهم، وشنو يمثل لك هذا اللقب؟ طبعاً بداية أنا تعلمت البرمجة أثناء جائحة كورونا. من صغري أنا تميزت في الجانب الأدبي بالبداية، يعني كنت متخصصة فقط في الجانب الأدبي. بعدها حبيت أني أنوع في جميع المجالات بعد ما أتقنت الجانب الأدبي وحصلت على عدة جوائز فيه عالمية. قلت أن أنا أبي أجرب الجانب العلمي عشان ما أشتت نفسي، أولاً أدخل الأدبي بعد أجرب العلمي. وطبعاً الجانب الأدبي كان جداً محبب لي. بعد ما خذيت الجوائز أثناء جائحة كورونا تعلمت في الجانب العلمي، بديت بالعلوم وخذيت جوائز علمية، اختراع علمي وابتكار علمي. يعني اخترعت كذا اختراع وعرضته على عدة جهات، وفي بعض الاختراعات تم اعتمادها من جهات عندنا بالكويت. وبعدها بديت أتعلم البرمجة، لأن البرمجة يعني يعتبر علم المستقبل،
فتعلمتها من خلال الدورات اللي كانت أونلاين، وبعدها بديت أنا أتعلم من خلال التعلم الذاتي على منصات الإنترنت وعلى اليوتيوب. بديت أتعلم شوي شوي يعني لغة برمجية، رحت للغة الثانية لحد ما كونت خلفية ممتازة عن البرمجة وعلومها في فترة وجيزة جداً، لأن كنت مكرسة كل جهدي في هذا المجال. وبعدها لقيت مسابقة على الإنترنت وقلت أبي أشارك فيها، عشان يعني كان الهدف من المشاركة أن أنا أقيس مدى الاستفادة اللي حصلت عليها من الدورات التدريبية والورش والمخيمات البرمجية اللي شاركت فيها. والحمد لله حصلت على هذا اللقب، وأكيد يعني كان تعب وجهد كبير، لأن كان يعني في مشاركين من جميع دول العالم، كانت عبارة عن عدة تصفيات، عدة مسابقات، عدة مراحل اجتهدتها الحمد لله كلها في درجات نهائية لحد ما حصلت على هذا اللقب. وأكيد يعني هذا اللقب يعتبر إضافة كبيرة لي أنا شخصيا ولدولة الكويت والخليج والوطن العربي كله. جميل. غلا يعني لو نبي نرجع للبدايات، في أي عمر بديتي تعلم البرمجة، وهل قمتي بأي نوع من المشاريع الروبوتية أو التكنولوجية؟ أنا بديت تعلم برمجة من فترة وجيزة جدا، يعني تعلمتها تقريبا 2020 أول ما بدأت كورونا. ولكن أمي يعني كانت دائما تحرص على بناء شخصيتي، أن أنا تخليني أجد نفسي في المكان اللي يناسبني. يعني أنا لقيت نفسي أولا في اللغة العربية، هذا الشغف باللغة العربية بدأ عندي من سن صغير جدا، يعني قبل لا أدخل مرحلة ابتدائية. فلما يعني ألاقي دعم من والدتي هذا شيء وايد يضيف لي، ويعني أكيد لو ما هذا الدعم كان أنا ما وصلت للمرحلة اللي أنا عليها حاليا. أما عن المشاريع البرمجية، بالفعل أنا قدمت مشروعين في المسابقة، وبناء على هذا المشروعين هذولي خذت اللقب. نعم بالفعل، ومثل ما سمعنا أن في شركتين تواصلوا معك عشان يتبنون مشاريعك، خبرينا أكثر عن هذه المشاريع. طبعا المشاريع اللي سويتها هي مشاريع خاصة في مشاريع برمجية بعلم الأردوينو وعلم البايثون وعلم جافا، هذول ثلاث علوم اللي أنا متخصصة فيهم، هي لغات برمجية. من خلال هذه اللغات كونت عدة تطبيقات، عدة مواقع إلكترونية، وحتى فتح وحل بعض الثغرات، وهذا اللي تميزت فيه بالمسابقة. فهي المسابقة كانت يعني ترعاها عدة جهات كبيرة برمجية، فبعد ما شافوا شغلي هم عرضوا علي التبني يعني من الألف إلى الياء. ولكن أنا دائما أقول إن موهبتي أحب أسخرها لخدمة الوطن العربي أفضل من أنا أسخرها لخدمة يعني البلاد الأخرى. جميل جدا. غلا يعني ما شاء الله عليك، حققتي المركز الأول في مسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو في جامعة الدول العربية في مصر عام 2020. يا ريت يعني لو تخبرينا عن حصولك على هذا اللقب عربيا في مجال الخطابة. طبعا مثل ما بلغتك ان امي من يوم انا صغيرة وهي يعني كانت تأسسني تأسيس جيد في اللغة العربية، يعني دخلت المرحلة الابتدائية انا اتقن القراءة والكتابة وحتى مهارات التعبير والتحدث، فكانت اللغة العربية هي أول خطوة في سلم النجاح. اللغة العربية بيني وبينها مثل ما يقولون كيمستري، يعني وايد أحب اللغة العربية بطريقة رهيبة جدا، يعني حتى ساعات لما حين أنا يعني بمدرسة من أدرس علمي، يعني أدرس فيزياء وأدرس كيمياء وأدرس أحياء، في لحظات الراحة هذه أدرس النحو، أدرس اللغة العربية، لأن اللغة العربية يعني أنا أعتبرها شيء وايد كبير بالنسبة لي، وهي يعني استخدمها في اوقات التسليه، لا بغيت اسلي نفسي ادرس اللغه العربيه. هذا اللقب حصلت عليه من جامعه الدول العربيه اللي هو الاولى عربيا في مسابقه التحدث بالفصحى والخطابه والالقاء الشعري وتعميق دراسه النحو. في عام 2019 شاركت في نفس المسابقه، لكن حصلت على المركز الثاني على مستوى العالم العربي. طبعا المسابقه عباره عن تصفيات، اولا على مستوى المنطقه التعليميه، بعدين على مستوى الدوله، بعدين الطالب يتاهل انه يمثل الدوله على مستوى دول العالم العربي. فبالبدايه حققت المركز الثاني على مستوى العالم العربي، وما عجبني المركز الثاني فرديت السنه اللي وراها على طول، والحمد لله حققت المركز الاول. المسابقه عباره عن اختبار لمهارات النحو، كل مهارات النحو، اختبار تحريري، بعد هذا الاختبار التحريري يعقد اختبار شفوي للطلبة المشاركين في المسابقة، عبارة عن إلقاء قصيدة شعرية محفوظة وقصيدة شعرية تعطى من قبل اللجنة
يشكلها الطالب ويضبط أواخر الكلمات ويلقيها، وبعدها يلقي الخطبة في مدة لا تقل عن 30 دقيقة في موضوع إحنا ما نعرفه، موضوع مرتجل. يعطونا قرعة نسحب 3 قصاصات من الورق، وكل واحد يعني 3 قصاصات، أبطل الورقة الأولى بعدين الورقة الثانية الورقة الثالثة، أختار الموضوع اللي يناسبني وأبدأ ألقي خطبة. جميل جدا. طبعا انت ما زلتي في المرحله الثانويه ومقبله على المرحله الجامعيه، فبتتخصصين البرمجيات او اللغه العربيه او بتختارين تخصص ثاني؟ طبعا انا يعني من فتره قصيره جدا كنت اقول ان انا يعني اشوف نفسي كل شيء، يعني ساعات اشوف نفسي دكتوره، ساعات اشوف نفسي يعني ما عندي وايد طموح، عندي وايد احلام يعني اسعى لتحقيقها كلها. بالنسبة لي يعني التخصص الجامعي اللي أطمح إني أتخصص فيه هو طب أمراض القلوب والأورام السرطانية، حابة إني أخذ هذول التخصصين. وطبعا البرمجة راح تكون أكيد تدخل في هذا الموضوع، في موضوع الطب البرمجة علم كبير ويدخل فيه جميع الأمور، يعني أنا أقدر إن أنا أدخل العلوم البرمجية سواء في العمليات الجراحية أو غيرها. أما عن شغفي باللغة العربية فهذا أكيد ما راح يترك، وحاليا انا مؤسسه فريق اسمه فريق فصاحه، وهو اول فريق يدعم اللغه العربيه، يدعم من قبل جمعيه خيريه كويتيه، يعتمد من قبل جمعيه خيريه كويتيه. هدفنا في هذا الفريق ان احنا نسلط الضوء على قضايا اللغه العربيه، المشاكل اللي قاعد تواجهنا احنا كعرب تمس اللغه، واللغه طبعا هويه لجميع العرب والمسلمين اللغه العربيه. فهذا الفريق اكيد راح يكون مستمر معي، وبالعكس راح اطوره اكثر واكثر لحد ما يصير يعني شيء وايد كبير. فالتخصص الجامعي اطمح اني اتخصص في الطب، لكن اللغه العربيه راح تظل شغفي الاول والاخير. جميل. غلا انا اقول لك تخصصي اكثر من تخصص ويمديك ان شاء الله، بس لو نبي والله امس قلت ان انا بعد ما اخلص الطب يعني على طول وراها بسنه راح يعني اتوظف في مثلا مكان معين بعد ما اخذ شهاده الطب، وبإذن الله يعني بعدها على طول أخذ ماجستير ودكتوراه في اللغة العربية. أمس قاعد أفكر فيها. تقدرين، كفو عليك. غلا نبي نتكلم عن أفكارك المستقبلية التقنية، هل هناك مشاريع أو مسابقات بتشاركين فيها؟ يعني إحنا تكلمتينا عن اللغة العربية، نبي نشوف مجال المستقبل. يعني مستقبلا أنا راح أتعمق في البرمجة أكثر، وحاليا أنا مشاركة في عدة مسابقات تقنية ومسابقات ثقافية، وقريبا ان شاء الله اعلان النتائج. ويعني احنا طموحنا دائما ان احنا نرفع اسم دول الخليج والوطن العربي كله، يعني انا انتمي للوطن العربي كله، فيعني هدفي الرئيسي ان احنا نرفع من اسم دولنا العربية او وطننا العربي. بالنسبة حق مخططات القادمة اكيد في مسابقات بالطريق وجوائز قادمة باذن الله تعالى. ويعني مؤخرا تقريبا قبل كم يوم كرمت من قبل مبادرة للتفوق في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل وزير التربية والتعليم الإماراتي. جميل جدا، عسى الله يوفقك يا رب. أكيد غلا. وفي النهاية احنا سعدنا جدا بالحديث معك، أنت رفعتي اسم الكويت واسم الخليج عاليا، نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله نستضيفك مرة ثانية مع إنجاز آخر في ديرتك الثانية البحرين. إن شاء الله يا رب. بإذن الله. مشكورين وايد على الاستضافة، ويعني هذا أكيد يضيف لي كثير. كل شكر لك. والحين مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر. نعم، يعود ظهور طاولة القهوة. طبعا عبد الله الكل اللي يحب القهوة، فاحنا بنتكلم عن طاولة القهوة اللي تعود العصر الفكتوري، فكانوا يستخدمونها لوضع أكواب الشاي، لذا سميت بطاولة الشاي آنذاك، واختلفت مسمياتها باختلاف نمط الحياة. أكيد مو بس مسمياتها، تعددت أساليب استخدامها. طاولة الوسط قطعة أثاث رئيسية في أي مساحة مخصصة للجلوس، وفي هذا التقرير راح نتعلم معاكم القواعد الأساسية لاختيارها، نتابع. تعطي طاولة الوسط طابع خاص للمكان، فهي تجمع ما بين الوظيفة والشكل، ومن المهم انتقائها حسب الماتيريال والحجم المناسب لمساحتنا.
من المهم جدا أن نعطي مسافة ما بين السوفا والطاولة مسافة من 30 إلى 35 سنتي، أوكي؟ ومن المهم أن ارتفاعها يكون متناسق مع ارتفاع السوفا. الطاولة المربع أو المستطيلة تناسب المناطق الكبيرة اللي فيها مثلاً مساحة ما بين 6 إلى 10 في المنطقة، ممكن أن نحط حتى 2، أوكي؟ أما إذا كانت المساحة صغيرة يفضل استخدام الطاولات الزجاجية، فهي تعطي اتساع أكثر للمكان. أما المناطق الكبيرة يفضل استخدام أي ماتيريال يحبه العميل. يفضل استخدام طاولات تكون متناسقة مع السوفات والمساحة، يعني مثلاً ما يصير نحط اللهوة طاولات دائرية صغيرة وكأنهم طاولات جانبية نحطهم في الوسط. الشكل جداً مهم طبعاً، ولكن لازم نراعي إلى حجم الطاولة. ممكن نضيف طاولتين مع بعض، وعلشان يعطينا شكل حلو ممكن نضيف بعض الاكسسوارات، بعض الشموع والفواحات وهاي الأمور. عودة لكم مشاهدينا من جديد. بما أن فقرتنا مرتبطة بالقرارات، سؤالي لك دلال، شنو أصعب قرار خذتي في حياتك؟ طبعا مثل ما قلنا عبد الله، إحنا كل مرحلة نمر فيها عندنا قرارات مختلفة مغايرة عن اللي تكون في بالنا، لكن في قرارات مصيرية مرتبطة بطموحاتنا ومستقبلنا. يعني بالنسبة لي أنا أحس أصعب قرار خذته أن أنا اشتغلت في مجال غير عن دراستي وطموحاتي. بس طموحاتك نفسها صح؟ انه اختلفت في المجال اللي تحبينه؟ لا اختلفت كليا، فكان القرار جدا صعب. هاي اول مره اعرف هاي المعلومه عن تصدقين والله. اي وانت سالتني وقلت لك بقول لك على الهواء. بالضبط، فاجاتك صح. اكيد مشاهدينا في قرارات وايد، ولكن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب فن ومهاره نحتاج دائما نتعلمها ونتقنها، لأن كل ما نحصل عليه في حياتنا هو نتيجة لقرار اتخذناه في الماضي، ونعيش نتائجه في الحاضر. نعم بالفعل عبد الله. وللحديث أكثر حول أسرار ومهارات اتخاذ القرار الصحيح، معنا اليوم في الاستديو الدكتورة لمياء الأشقر، طبيبة أمراض نفسية وعصبية. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. أهلا بكم. يا هلا فيك دكتورة. شنو هي مهارات اتخاذ القرار؟ يمكن هي تكون وايد عامة، بس شنو هي المهارات؟ هي مهارات اتخاذ القرار صعبة شوية ومحتاجة تريننج. يعني كل ما كبرنا في السن تلاقي قراراتنا مثلا بقت أنضج، بقت أوقع، بقت أحسن. بس أهم حاجة في مهارات اتخاذ القرار إني أكون هادية وأنا باخد القرار، ما بقاش مندفعة. يعني دايما القرارات الاندفاعية لازم بتبقى نتائجها مش لطيفة خالص يعني. فالهدوء، التريث، إني أفكر كويس، إني أستشير أهم حاجة. يعني أخد رأي الناس الأكبر مني، الأكثر خبرة، أستشير أهل العلم. يعني لازم يبقى فيه، عندنا بنقول لا خيبة من استشار. يعني دايما لما بستشير حد أكيد بوصل لقرار أفضل. أفكر كويس، ما أخدش يعني ما بقاش أقول إيه ده أنا لازم أخد قرار النهاردة، لا، قرار المندفع ده 100% بيبقى غلط. فأهم حاجة أخد وقتي كافي أني أركز في قرار صح. نعم بالفعل دكتورة صحيح، يعني الواحد لما بياخذ قرار مو بسهولة. لذلك احنا نبي نعرف شنو المراحل اللي ممكن يمر فيها الانسان عشان يتخذ قراره النهائي. اول حاجة احدد الاول الموضوع اللي هاخد فيه القرار، لازم ادرسه كويس وافكر فيه وفي جوانب كلها. تاني حاجة اني احدد سلبيات وايجابيات القرار ده. يعني انا قرار ده وانس اخدت القرار لازم اعمل بلان كده قدامي احط السلبيات والايجابيات، لان كلنا قراراتنا
وارد للصح وارد للخطأ. نعم. فبناء على السلبيات والإيجابيات دي أنا هاخد القرار صح في النهاية. زي ما قلت لك إني أسأل برضو وأجمع معلومات دقيقة من ناس أهل ثقة. يبقى عندي كذا بلان، لأن لازم عندي بلان A وبلان B. وانس مثلا بلان A كان فيها مشاكل وما نفعتش، يبقى عندي بلان B، لازم عندي خطة بديلة، لازم عندي خطة طريقة كمان، يعني إن أنا لو الأمور ما زبطتش معايا فأنا عندي ومقررة إني عندي بلان كده بتاعة الطوارئ لازم أنفذها. نعم. جميل. دكتورة، يعني في قرارات دائما تكون عاطفية وقرارات دائما عقلانية، يمكن في ناس وايد وأنا منهم نلخبط، متى نقدر نعتمد على القرارات العاطفية ومتى نقدر نعتمد على القرارات العقلانية؟ هي القرارات العاطفية والعقلانية دي احنا عندنا صراع دايما جوانا بين العقل والقلب، زي صراع الخير والشر كده. صح. احنا في صراع دائم بين القرارات اللي باخدها بقلبي والقرارات اللي باخدها بتفكير وعقل. نعم. طبعا هو الابحاث الحديثة قالت ان القرارات اللي بناخدها بقلبنا او بمشاعرنا بنبقى الانسان ده بيبقى اكثر سعادة، بس هي بتبقى سعادة مؤقتة، يعني مش سعادة دائمة، لأن دايما القرار اللي باخده بمشاعري بيبقى مجرد تماما عن العقل والتفكير والمنطق. فهو الحل إيه؟ أني أنا بعقلي بقى أوازن بين قلبي ومشاعري، بحيث أني أوصل في النهاية القرار متوازن. في أمشي وراء إحساسي، أوكي لازم نمشي وراء إحساسنا، مش لازم أخد كل قرار بعقلي فيبقى مجرد من المشاعر، يبقى قرار صلب كده، هتبقى حياتي كلها جافة، كل قراراتي هتبقى جافة. والعكس صحيح، لو خدت قرارات بس بمشاعري حياتي هتبقى كلها اندفاعية، قرارات اندفاعية وغالبا هتبقى قرارات غلط يعني. فأوازن بين الاثنين، يعني أفكر كويس. هو يعني وظيفة العقل أنه بيوازن بين المشاعر والمنطق، فبالتالي أوصل لقرار منطقي أقدر أعرضه على المجتمع وأنا مش خايفة، وفي نفس الوقت أمشي وراء إحساسي وحدسي، هو بيقول لي قرار ده صح وهيريحني ولا هفضل تعبان لو أخدته. نعم. دكتورة، أنت قلتي كلمة مهمة إن إحنا نوازن ما بين العاطفة والمنطق، بس شلون؟ أحدد، يعني أنا دايما لما أجي أقول مثلا أنا قراري أو مشاعري بتقول لي أعمل كذا، أكتب اللي مشاعري بتقوله لي. طيب هل ولما اجي اقرا الكلام، دايما احنا بنيجي نقرا الكلام اللي كاتبينه غير لما يبقى بس فكره في دماغنا، يعني هل الكلام ده منطقي؟ لو انا مثلا عرضته على حد او خدت فيه راي حد، هل الكلام ده هيبقى منطقي؟ فبالتالي اكتب الحاجات المنطقيه، هلاقي اكيد هوصل لنتيجه في الاخر بتوازن بين الاثنين، بين العقل وبين المشاعر، وهوصل لقرار سليم في الاخر. اخد راي اصحابي، اخد راي جماعه، دايما القرارات الجماعيه بتبقى صح اكتر من القرارات الفرديه. ممكن ان احنا يعني دكتورة نضيف التصورات السلبية والإيجابية، ممكن أكيد تساعدنا؟ اكيد طبعا طبعا. يعني لازم ايه سلبيات القرار وايه ايجابياته عشان اوصل لقرار في الاخر. هو غالبا شوية الموضوع مرتبط بنوعية القرار، يعني مثلا لو انا هاخد قرار مثلا في حياتي الزوجية مثلا او في حياتي العاطفية، طبيعي ان هي مش ورا مشاعري، يعني كلنا حياتنا العاطفية والزواج مثلا اكيد محتاج مشاعر اكتر من العقل، وفي نفس الوقت ما جردوش تماما برضو من العقل، يعني لازم اوازن بين الاثنين. لكن لو راح اخد قرار في العمل في الشغل، لا هشغل عقلي اكتر وهحكم عقلي اكتر. صح. فهو بيتوقف على نوعيه القرار برضو. جميل. دكتوره تكلمتي عن القرار، شلون اقدر اتخذ القرار المناسب بدون ما اهدر الوقت او حتى الجهد اني انا افكر وايد او لازم افكر وايد؟ هو لازم طبعا تفكير كتير في يعني مش كتير بس تفكير مناسب، بحيث اني ما اخدش وقت طويل قوي في التفكير وفي نفس الوقت ما تسرعش. يعني هو مفيش وقت محدد، يعني ما اقدرش اقول انا هاخد مثلا قرار في الوقت المحدد ده، لا انا اخد وقتي وافكر بالراحه، وفي نفس الوقت ما افضلش اجل الفكره او اجل القرار اقول لا ده انا مش جاهز دلوقتي ده انا، فبالتالي ادخل في محدد انا خايف ان انا اخد القرار. لا، هو انا اخد وقتي في التفكير وفي نفس الوقت اخد قرار في وقت مناسب عشان يكون قرار مناسب. هو لازم القرار المناسب يبقى في الوقت المناسب. صح. دكتورة، يعني لو احنا نبي ناخذ قرار اكيد في خطوات او تقييم لهذا القرار، شلون احنا ممكن نبدا فيها؟ هو تقييم القرار اني اقيم ابعاده، يعني اشوف ابعاد الموضوع على المدى القريب والمدى البعيد. مثلا هديكي مثال، انا مثلا صحابي طالعين رحله وعايزه اطلع معاهم، طيب انا عندي شغل، عندي دوام، هيتاخر مثلا عليا، هطلع 3 4 ايام الرحله، هيكوم عليا مثلا شغل ومهام في الوظيفه. طب القرار اللي انا هاخده ده يتوقف على اني ادرس ابعاد الموقف. طب انا لو طلعت معاهم الرحله اكيد هبقى مبسوطه فرحانه، هطلع وهتبسط وبتاع. طب على المدى البعيد لما ارجع، السعاده دي وانس وصلت الشغل هتتلاشى، لاني هلاقي عليا حاجات كتير متاخره ممكن تاثر عليا سلبا في شغلي، ممكن تاثر عليا سلبا في وظيفتي، ممكن اخسر وظيفتي في الاخر مثلا يعني. نعم صحيح. فتفكيري في ابعاد الموقف انه
على المدى القريب والمدى البعيد هيخليني من الاول اخد ديسيجن صح. فانا لو فكرت طب انا دلوقتي هبقى مبسوطه، طب ما بعد لما ارجع خلاص الانبساط ده هيروح وهيقلب بقى بمشكله. فلما فكرت في ابعاد الموضوع، لا طب انا دلوقتي هاجل مثلا الرحله دي لخلص شغلي وبعدين اطلع رحله. فبالتالي طالما فكرت ايه اللي هيحصل دلوقتي وبعدين، انا هاخد قرار اكثر دقه يعني. جميل جدا. القوه والاراده وسرعه البديهه وحتى الواحد يفكر قبل اي قرار هي عنصر مناسب انه هو يتخذ القرار. دكتور احنا وايد سعيدين معك اليوم. كل الشكر لك دكتوره لمياء الازقر على وجودك اليوم معنا. انا سعيده جدا بلقائك وشرفتني. شكرا جدا. شكرا. مشاهدينا نطلع فاصل سريع وراجعين، خليكم معنا. يستعد تلفزيون البحرين لعرض النسخة الثانية من موهبتك في البيت، وهي مسابقة ضمن حزمة من المبادرات اللي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لاحتضان ودعم الشباب البحريني وتشجيعهم على إطلاق قدراتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. بالفعل دلال، وفي هذه الفقرة راح نتكلم عن تجهيزات وتفاصيل برنامج موهبتك في البيت في نسخته الثانية، ومعانا عبر الهاتف رئيس القنوات التلفزيونية بوزارة شؤون الإعلام الأستاذ بدر محمد. صباحك الله بالخير. صباح النور عبد الله. صباح النور دلال. منورين. نورك. بنورك. الله يخليك. نورك. الله يسلمك. أستاذ بدر، في البداية حابين نتكلم عن التجهيزات والاستعدادات اللي تمت قبل البدء في التصوير لبرنامج موهبتك في البيت. والله التجهيزات بدأت مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من حوالي ثلاث شهور ونص. وسمحوا لي يمكن أنتهز الفرصة اليوم وأشكر سموه على هذه المبادرات، وأيضا إيمانه بالجانب الإعلامي من خلال البرامج اللي لاحظتوها مؤخرا على شاشة تلفزيون البحرين بشراكة مع وزارة شؤون الإعلام. يمكن التقى فينا سموه بعد تسجيل أول حلقة بحضور سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد رميحي. أكد سموه أنه حريص على أن يقدم برامج يمكن تجمع كل البحرينيين قدام الشاشة، وبإذن الله بجهود الكل راح نقدر إن شاء الله نحقق راية سموه في هالبرنامج إن شاء الله والبرامج القادمة. طبعا مرينا بفترة فتح باب التسجيل في البداية، وصلتنا تقريبا 300 مشاركة وأكثر. من بعدها يمكن كانت المرحلة الصعبة شوي، وهي عملية الفرض، شلون إحنا نختار 50 مشارك يدخل البرنامج. بتتعرفون عليهم إن شاء الله في الحلقة الأولى يوم السبت الساعة 9 في الليل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وطبعاً مثل ما نعرف أن في البرامج المسجلة اللي يكون فيها مواهب دائماً الأجواء تكون مختلفة، خبرنا عن خلف الكواليس خلال تسجيل البرنامج. والله أحلى شيء خلف الكواليس دلال، يعني إحنا اليوم نتكلم عن برنامج مواهب. صدقيني إذا قلت لك أن حجم الشغل وراء الكواليس والتحضيرات اللي كلنا مرينا فيها يمكن توازي البرامج الضخمة في القنوات التلفزيونية سواء كانت حكومية أو خاصة. وأقول كلامي اليوم يمكن بحكم تجربتي في الخارج مع قنوات لها اسمها بين المحطات، صدق عمل شاق، عمل متعب، لكن كل لحظة مرت حملت يمكن مواقف ذكريات ما تصير إلا فيها النوعية من البرامج اللي يمكن عملية الانتاج فيها تكون ضخمة. الكل كان يشتغل بجهد، الكل كان يساعد الثاني، خلية نحل كنا أمانة سواء في الاستوديو أو خارج الاستوديو بس عشان نطلع هذه البرنامج بالصورة اللي بتشوفونها فيه إن شاء الله. ومو غريبة طبعا، أكيد بيكون جميل مثل ما عودتونا في كل سنة. في النهاية إذا ممكن تعطينا نبذة عن نوعية المواهب المشاركة في هذا الموسم من البرنامج. والله عبد الله يمكن أنا ما بيتكلم وايد عن المواهب عشان تتعرفون من خلال مشاهدتكم للبرنامج على نماذج فعلا يعني مملكة البحرين تفتخر فيها. بس اللي أقدر أقول لكم أن المشاركين ضافوا وايد ترى للبرنامج من خلال اللي قدموه، وأيضا المجالات المتنوعة سواء غناء، تمثيل، استعراض، عزف، ألعاب خفة. في الحلقات الجاية يمكن بتشوفون هذه العروض. أنا للأمانة ما كنت
متوقع اشوفها. جميل. وابي ايضا هني اذا تسمحوا لي اشكر المكتب الاعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه، تحديدا الاخ والزميل احمد الشيخ اللي امانه يبذل جهود كبيره عشان نقدم للمشاهد برامج تجمع العائله البحرينيه عن شاشه تلفزيون البحرين. وابي بعد اشكر كل موظف عمل معانا في البرنامج، وان شاء الله اتمنى نكون دائما عند تحت نظام المشاهد. التنافس امانه كان قوي. اللجنه يمكن وايد احتارت خصوصا بالحلقات الاخيره ان احنا شلون نختار المواهب اللي بتتواصل معانا الحلقات الجايه، لان كل مشارك صراحه قدم كل اللي عنده بس عشان على الاقل يوصل المراكز الثلاثه الاولى، وحتى اللي ما وصل المراكز الثلاثه الاولى يعني المفروض يفتخر انه وصل لهذه المرحله، دخل البرنامج، قدم موهبته حق الناس. انا امانه وايد استانست في هذه النسخه، يمكن المواهب كانت اقوى، العروض ايضا اقوى، بتشوفون عروض يعني خلينا نقول جديده شوي على الشاشه من ناحيه الاستعراض، الاضاءه، لعبنا على الجانب البصري وايد هالمره. يعني اتمنى ان شاء الله نكون عند حسن المشاهد ان شاء الله باذن الله. وكل الشكر لك بدر محمد رئيس القنوات التلفزيونيه بوزاره شؤون الاعلام، ويعطيك العافيه على الجهود المبذوله لنجاح هذا البرنامج وكل ما تقدمونه. الله يعافيكم، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل وياكم لفقرتنا الاسبوعيه سيره عطاء، بنتعرف معاكم على شخصيتنا لهذا الاسبوع عدنان شرف، نتابع. عدنان شبر شرف، متزوج وأب إلى ثلاث أبناء. إحنا أصولنا من مدينة جد حفص، ولدت ونشأت في مدينة عيسى، درست في المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدينة عيسى، ثم انتقلت للمرحلة الثانوية إلى مدرسة النعيم الثانوية، درست المجال العلمي. في الدراسة الجامعية انخرطت مع العمل التطوعي والاجتماعي في الغربة، فاندرجنا تحت مظلة نادي طلبة البحرين في القاهرة، كان تحت مظلة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وجميع الأنشطة اللي كنا نقيمها كانت برعاية أما من الملحق الثقافي لمملكة البحرين، برعاية سعادة سفير مملكة البحرين. الأخ عدنان طبعا صورة طبق الأصل من والده الله يرحمه السيد شبر، يمتاز بميزات يعني فعلا رجل متكامل، مجتهد علميا، تخرج من الجامعة، التزم في وظائفه، في كل وظائفه، كان صديقنا ومتابع معنا وصديق للعائلة، وصول إلى جميع المستويات أنا أعتز فيه وافتخر فيه، وهو يعني مثل المثل الأعلى، مع أنه يصغرني سنا، أخي الصغير بس مثلي، لأنه هو يعني اجتماعي، أتمنى لو أوصل لمرحلة هذه الطريقة. دائما الابتسامة في وجهه، متفائل، نشيط، وحتى بعد التقاعد يعني ما شاء الله يعني توج هاي التقاعد بعدة هوايات طيبة ومنتجة ويعني محبوبة. يعني وتدرجت في العمل كأخصائي تغذية، ومن ثم صرت رئيس دار بنك البحرين الوطني للمسنين، ومن ثم انتقلت إلى وظيفة رئيس مكتب خدمات المسنين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. طبعا أثناء عملي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كلفت بأكثر من مهمة، كان من ضمنها تمثيل مملكة البحرين في وضع الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان الاجتماعية كممثل في قطاع المسنين. نصيحة حبيت أذكرها إلى كل شخص حاب ينتقل إلى حياة ما بعد العمل: تخطيط. أنت لازم تخطط وقتك شلون يكون، شلون تستغل وقتك في ممارسة أشياء تحببها إلى نفسك، هواية أيا كانت، المهم أنك تمارس شيء أنت تحبه، وثم أن تكون عنصر فعال في المجتمع.
مو معنات الإنسان أنه يكون في وظيفة فهو فعال، والانتقال إلى ما بعد الوظيفة أنك أنت إنسان صفر. بالعكس، الإنسان الفعال ممكن يقدم كل شيء يحتاج المجتمع، خدمة اجتماعية، نصيحة، ممكن العلم اللي عندك تكرسه في خدمة المجتمع والأهل والأصدقاء، هذه كلها خدمة للمجتمع تفيد وترفع من قيمة الإنسان أثناء العمل وبعد العمل. اليوم الخميس الونيس ونهاية الأسبوع مثل ما تقول دلال، دايما الخميس الونيس، وما يحلى الويكند إلا مع أحلى الأفلام في السينما. بنتعرف معاكم على أفضل 5 أفلام والأفلام الجديدة مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ محمود جغبير، المشرف العام لشركة البحرين للسينما. صباحك خير وسعادة يا رب. صباح الفل والياسمين، نورتنا اليوم أستاذ محمود كالعادة. أسبوعيا أنت موجود عندنا تعطينا آخر الأخبار. الله يخليكم، نوركم ونور المشاهدين الحلوين الطيبين. الله يخليك. طبعا احنا مثل ما نعرف المستوى الأخضر طول معانا لمدة تقريبا شهر، شلون تشوف الإقبال في السينما؟ المستوى الأخضر، اللون الأخضر حلو صح، والمستوى الأخضر أحلى وأحلى، ولما تشوف الأعداد بعد تنزل أحلى وأحلى وأحلى، هذه بعد أكثر وأكثر. طبعا السينما مثلها مثل أي جزء من الأماكن اللي ممكن أنك تروحها في البحرين. بداية كانت تخوف، الناس بدأت توعى أكثر، تعرف أكثر، معلوماتها تصير أكثر، وتتعايش أكثر مع اللي صادنا في الفترة الماضية. فأيضا زاد عدد الناس، الإقبال عليهم زاد عن الفترة اللي قبل. ما زال في بعض الاشتراطات معينة اللي ما يعني توقف بعض الناس منهم يروحون، لكن في طبعا عدد معين، خصوصا لما شفنا الأفلام ابتدت تكون قوية، أفلام الناس ناطرتها مشتاقلتها، ولما نزلت السينما شفنا يعني العدد الطيب الحلو، الناس اللي راحوا شافوا الأفلام في السينما. إن شاء الله إن شاء الله تدوم الأعداد في تنازل وتناقص، وإن شاء الله نفتك من هذه من هذا الفيروس بإذن الله. في البداية احنا نبي نعرف التوب 5، خلاص سيدا نبي نبتدي في التوب 5. التوب 5 عندنا في المرتبة الخامسة الجزء الأول من أفلام سلسلة أفلام ديون اللي ابتدت وتعرفنا عليها، على صناعة البطل تيموثي وشلون شنو اللي صار عليه وعائلته وقومه اللي كانوا يعيشون على أحد الكواكب. طبعا الناس مدام ما زال موجود في المرتبة الخامسة الناس حبته، وايد ناس حبت تشوف الفيلم تلقي نظرة عليه، وبانتظار الجزء الجديد اللي لحين ما أعلنوا عن متى موعد نزوله لكن ابتدوا في تصويره. جميل. في المرتبة الرابعة عندنا Don't Breathe 2، وتكلمنا أنها هي عادة لأحداث 2016 تعرفنا على شخصية البطل وأنه هو كفيف لكن يمتلك قدرات سيكس سنس نقدر نعبر عنها أو الحاسة السادسة. هالمرة بنية صغيرة يدافع عنها، عصابة تخطفها، شنو السبب، إيش اللي يصير. هذا أيضا في الأكشن الإثارة اللي كان موجود في Don't Breathe 2. المرحلة الثالثة The Addams Family 2، أفلام الأنيميشن اللي الناس تحبها، وخصوصا الفيلم اللي فيه شوية غموض في شخصية وينزدي اللي هي مسيطرة في هالجزء، لأن القصة تقريبا معظمها عليها هي، شنو القصة الجديدة اللي ممكن تطلع، ممكن تشتت هالعائلة، لكن شنو ردة فعلهم، شنو بيسوون في فيلم الأنيميشن The Addams Family 2. المرحلة الثانية اللي كان هو في الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى كان في المرتبة الأولى No Time to Die، أحدث أفلام جيمس بوند دانيال كريغ اللي في أحد لقاءاته كان يقول إن إحنا يعني عقب ما خلصنا التصوير وتعبنا وصورنا آخر مشهد كنت لازم أطلع لابس تكسيدو، فيقول انتهيت من التصوير لكن شفت إن كل طاقم العمل، المكاتب، المصورين، الممثلين كلهم ما زال عندهم كان إنرجي وكل شيء، فتموا سهرانين في ذاك اليوم، وطلب من عنده أن يلقي كلمة أمام تقريبا ما يقارب 200 شخص، فيقول هذه كانت كلمة حزينة وكنت فعلا يعني ودع الدور هو، لأن هذه آخر الأجزاء اللي هم بأديها
كجيمس بوند، فكان بالنسبة لي شيء حزين خصوصا بعد 15 سنة مع دور معين وتعودت عليه الناس. أما المرتبة الأولى فأحدث الأبطال الخارقين نقدر نعبر عنهم أو السوبر هيروز، عندنا فيلم فينوم اللي استطاع أن يحتل المرتبة الأولى في نزولة، وتوم هاردي أدى دور حلو ويبدو أن الناس عجبهم الألمنت ماله الكوميدي أكثر حتى من الأكشن، فيبدو أن في مقاطع وايد مضحكة. ما زال مسيطر أعداده طيبة، وخلنا نشوف إذا الأسبوع الجاي بتم مسيطر في المرتبة الأولى ولا لا. نعم جميل جدا. ننتظر الأسبوع الجاي. أكيد طبعا. عبد الله رحت السينما ولا للحين؟ لا تعورين قلبي للحين ما مداني. مو دائما يقول إنه هو يبي يروح السينما. عبد الله سألي عن الشاي الأخضر. هو هذا اختصاصه يعني يعطيش الأنواع وشنو تأثيرها. يبتها أستاذ محمود. المفروض إحنا نسوي معاه لقاء نسأله شنو فوائد الشاي الأخضر وأنواعها ومن وين أي البلاد تسافر عليهم عشان. نعم أكيد. خلاص سكننا عليه ولأنه سكننا عليك وغلبناك بنروح حق زميلتنا زينة مصطفى. أنت عرف على الفائزين ويانا لهذا الأسبوع في فيلمك علينا. صباح الخير مشاهدين برنامج شمس البحرين، رجعنا لكم في فقرتكم الأسبوعية فيلمك علينا. اليوم احنا موجودين في مجمع السيف عشان نتعرف عليكم ونشوف فيلم من علينا هالأسبوع. يلا نبتدي. بس ايش سؤال، من يؤدي دور البطولة في فيلم فينوم؟ توم هاردي، توم هانكس، توم كروز. توم هانكس. هاردي. توم هاردي. عليك بالعافية، فيلمك علينا. شكراً. لولو بصريش سؤال، لا علاقة، في فيلم توا نازل السينما اسمه فينوم، هذه الفيلم هاي نازل له أكثر من جزء، الجزء اللي توا نازل في السينما هذه أي جزء رقم؟ جزء رقم 3، جزء رقم 4، جزء رقم 2. جزء رقم 2. جزء رقم 2. وعليك بألف عافية وفيلمك علينا. الله يعافيك حبيبتي، ما قصرت، مشكورة. متى تم عرض أول جزء من فيلم فينوم؟ 2019، 2017، 2018. وعليك بالعافية وفيلمك علينا. شخصية فينوم تكون مرتبطة في شخصية سوبر هيرو آخر، من هو؟ سبايدر مان، سوبر مان، ايرون مان. سبايدر مان. سبايدر مان. وعليك بألف عافية وفيلمك علينا. عليك بالعافية. شكرا. أستاذ عبد الله، في فيلم توا نازل سينما اسمه ذا لاست دول، شنو نوع هذه الفيلم؟ كوميدي، رومانسي، دراما وتاريخ؟ أعتقد أنه دراما. دراما وتاريخ. وعليك بألف عافية وفيلمك علينا. في فيلم خلينا نقول دراما وتاريخ نازل على السينما جديد اسمه The Last Duel، من أدى دور شخصية جون دي كارسو؟ ميت ديمون. ديمون. عليك بألف عافية وفيلمك علينا. بطل من أبطال فيلم The Last Duel شارك في كتابة الفيلم، من هو؟ بن أفلك. بن أفلك. وعليك ألف عافية وفيلمك علينا. عليك بالعافية. شكرا. ألف مبروك لكل الفائزين في فيلمك علينا. أستاذ محمود عودة لك. نبي نتكلم عن الأفلام الجديدة، شنو هي النيو ريليز؟ نيو ريليز كالعادة أسبوعيا بنختار بعض منهم نتكلم عنهم. فيلمنا الأول هالوين كيلز. هالوين كيلز وايد نقدر نتحكي عن الفيلم. أظن النقطة اللي ممكن أوقف عليها في بداية اللي هي الممثلة جيمي لي كيرتس. هذه الممثلة وجدت أو اكتشفوها لما سووا معاها ثلاث بروفات حق الجزء القديم اللي كان في 1978 أتوقع، فيعني من 78 وهي موجودة في هالوين أكثر من 40 سنة. اللي تشوف الأفلام القديمة وتشوفها الحين كبرت مع الفيلم وكل شيء. القصة كانت بكل بساطة لما ابتدت في 1978 كان في طفل، وهاي الطفل قتل أخته ويودونه لمصحة النفسية
يتم هناك 15 سنة إلى أن يشرد، بعدين يرجع لبلدة الصغيرة ويقرر أنه يعني يبتدي يذبح الناس في الهالوين. فتبتدي الأجزاء ونشوف اللي شكل صعوبة في الفيلم اللي هو أن شخصيته مايكل مايرز صعب أنه تقتل، يحاولون يتغلبون عليه، يحاولون يقتلونه، يحاولون يحرقونه، لكن ما ينجحون. ونشوف جزء وراء جزء الأجيال اللي طلعت معه، الناس تعرفت على أجزائه، الناس تتابعة وفي وايد ينتظرون أجزاء لما تنزل، وخصوصا أنه يعني فترة هالوين أو شيء ممكن أنه يكون هذه يعني الاختيار الأول لمحبين هالأفلام. دروباك اللي هو الشيء اللي ممكن يكون مو هاي للفيلم، تصنيفه 18 بلس، لا يصلح لهم أصغر أو من 18 سنة، للعنف الشديد اللي موجود فيه وشخصيته القاتلة الإجرامية اللي موجودة. مع مرور الأجزاء شفنا أن هاي الشخصية أصبحت أقوى، تقتل بشراسة أكثر. فأفلام المحبين أفلام الرعب من هالنوع يستأنسون. أنا أحس بروح له، خصوصا مرتبط بعد بشهر أكتوبر، يبينا نجربه، وهالمرة صج بنجربه. نشوف أسبوع الجاي إحنا اللي بنسألك. خلاص إن شاء الله ننتقل إلى الفيلم الثاني. فيلمنا الثاني عندنا رونز جون رونج، أفلام الأنيميشن اللي دائما نحبها، دائما نحب نشوفها في التلفزيون. قصة حلوة عن طفل اسمه بارني. عندنا الأطفال طبعا في المدرسة لطالما نشوفهم، مثلا ممكن نشوف طفل وحيد، ممكن نشوف طفل يعاني من أن ربعه في المدرسة يضايقونه أو ما عنده أصدقاء. هذه حال طفلنا بارني. بارني يعاني من الوحدة، عدم التأقلم مع زملائه، يطنزون عليه ساعات، لكن وفي عندهم مثل موضة موجودة، مثل ما احنا عندنا موضة لكل واحد ماسك موبايله وخلاص هو أصبح جزء من حياته. ما عندهم شيء اسمه البي بوكس، والبي بوكس عبارة عن رجل آلي صغير معاهم في المدرسة، كل واحد ماشي ومعه رجل آلي. فهو حلم حياته أنه كان يحصل على بي بوكس. يطلب من والده اللي عنده، يبدو أن حالتهم المادية مو وايد قوية، لكن والده بالنهاية يشتري له بي بوكس، يسمي رون، لكن رون يبدو أنه في خلل تقني في الروبوت. شنو اللي ممكن يصير بعدين؟ هذه قصة طبعا بدايتها ما منحرق على الناس، لكن في صداقة جميلة ممكن أن تنشأ ما بين بارني ورون. شلون ممكن هالصداقة تتطور؟ شنو الأشياء اللي ممكن يواجهونها مع بعض؟ شلون ممكن أن تتبدل حياة طفل كان مو معروف إلى طفل من أشهر الطلاب اللي في المدرسة؟ جميل بصراحة أستاذ محمود، يعني هاي مو مجاملة، يعني أنا شفت الفيلم ما شدني، بس يعني ما شاء الله حين كلامك خلاني أنه صدق أبي أروح أشوف الفيلم. لا في شوف في أفلام أنت تنشد لها وتتكلم لما تشوف فيلم حلو تتكلم عنه، لأن يعني كأي أطفال هذه ممكن وايد يواجه الأطفال، إحنا ما نعرف ولا شيء، مو معهم في المدرسة، لكن لما تشوف فيلم يعالج مثل هالفكرة حلو أن الناس تروح تشوفها تتعلم، حتى الأطفال يتعلمون أنه والله أوبس باكر في شيء ثاني ما بتم أنا تشدي، أو لا خليني أجد لي صديق، أجد لي شيء. الحلول موجودة، الأفلام تعطي وايد حلول في حياة البشر، وغير صورة نمطية موجودة في المجتمع. نعم، خصوصا إذا يلامس، خلينا نقول قضية ما، أو مثلا يلامس المجتمع، يعني هاي شيء وايد إحنا نفضله، ودائما نحث الناس إنهم يطالعون مثل هاي المسلسلات، مثل هاي الأفلام، مثل ما قلت يعني إن هي ممكن تعطيك حلول، تعطيك طرق إن أنت تتعمق فيها. فعلا فعلا، أنت مو بروحك، صح مو بروحك. الفيلم الثالث اليوم، الفيلم الثالث عندنا كوزميك سن. كوزميك سن فيلم خيالي شوي، ينطلق ل 1524. نشوف ان وصلنا الى الفضاء لكواكب معينه موجوده هناك، في اول اتصال ما بين البشر وما بين الكائنات اللي موجوده في الفضاء الخارجي. يحدث شيء معين، يطلبون يرجعون للجنرال جيمس فورد. الجنرال جيمس فورد يؤدي دوره البطل بروس ويلس المحبوب، طبعا وايد ناس وايد تحب افلامه، تحب تتابع افلام بروس ويلس، وما شاء الله عليه عنده سفد من الافلام، يعني اذا نقعد نتكلم عنهم ما يكفينا كم من حلقه. الناس تحب تشوف افلامه.
يستعينون بخبرته ونشوف شنو الخياب اللي موجود، النقاش، الحرب، هذه اللي نقدر نشوفها في فيلم الأكشن، الإثارة، الخيال العلمي، كوزميك سن. الفيلم اللي بعده Endangered Species، عائلة أمريكية. هاي العائلة تعاني من مشاكل، الأب والأم واليهال عندهم مشاكل بينهم بين بعض، يقرروا أنه يبدلون الأجواء، يأخذون رحلة وين؟ أفريقيا، من حبيب السفر مثلك. فيقرروا يروحون أفريقيا، وين بالأصح بأفريقيا؟ في الغابات اللي في أفريقيا، حيوانات المفترسة الموجودة هناك، رحلة في السفاري أجمل ما يكون. يروحون هناك، يوصلون، يركبون هالشاحنة ويروحون فيها، لكن يتعرضون لحادث، وحادث في وسط الغابة هناك ممكن أن يكون مميت. شنو ممكن يصير؟ هل منشوف تعاون بينهم؟ شنو اللي ممكن يصير معاهم؟ هل منشوف عائلة متكاملة بعدين ومتصالحة وكل شيء؟ ولا بينتهي اسم هالعائلة في أفريقيا؟ فيلم خطير. حلو، يعني دائما أستاذ محمود يعطينا القصص ويخلي المشاهدين يقررون أنهم في الويكند يروحون السينما. ما نحاول ما نحرق عليهم القصص، هي الفكرة البسيطة اللي ممكن حتى من يعني من خلال التريلر اللي هي دعاية الفيلم، الدقيقتين إلى دقيقتين ونص اللي تكون موجودة، هذه الصورة أيضا توحيها. فيعني إن شاء الله ما نكون حرقنا عليهم جزء من الفيلم. وفي بعد عندنا فيلم واحد آخر، فيلم فيلم خليجي بيكون Before We Forget، قبل أن ننسى. هذه بنوقف عليه لأنه فيلم خليجي ومفترة ما نجيبهم. هاي مجموعة من ممثلين سعوديين الموجودين. أيضا عندنا شخصية محمد. محمد رجل يرعى أبوه اللي هو طبعا يعاني من الزهايمر، وصعوبة الأشخاص طبعا خصوصا الأشخاص اللي عندهم أحد عنده زهايمر في البيت، يعني صعب وايد، هم الوحيدين اللي يحسون بهالمشكلة. وشفنا فيلم قديم اسمه The Notebook عن قصة عشق ما بين واحد ووحدة، ويكبرون مع بعض وهي تعاني من الزهايمر، وهو يتم اليوم كامل عشان هي تصحى الخمس دقائق تتذكره. فهو يعين والدة اللي يعاني من الزهايمر، وعنده ولدة الشاب الطموح اللي يبي يبتدي حياة ومليء مليء بالأفكار والمشاريع اللي ممكن هاي. لكن يبدو أن محمد طبيب أسنان لكن يعاني من مشاكل مادية، هاي المشاكل المادية ممكن تسجنه. نشوف شلون في خلال أحد المحادثات اللي تصير بينه وبين والده اللي يعاني من الزهايمر، يعطي فكرة أو يعطي معلومة وايد مهمة تأخذهم في رحلة، الأب ولده ووالده. فنشوف العلاقة الأسرية شلون ممكن تصير ثلاث أجيال مع بعض في رحلة معينة من أجل اكتشاف العلاقة اللي تربطهم. أنا عجبتني الفكرة كفكرة، يعني أن الترابط ممكن يصير أو المشاكل فعلا هي الواقعية اللي ممكن تصير بين شاب أبوه وجدة. من الأفلام اللي إن شاء الله تنجح معهم يا رب، مجهود طيب وحلو، نتمنى التوفيق يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا لتواجدك معنا أستاذ محمود وسعدنا بهذه المعلومات. شكرا لكم. شكرا لي. شكرا لك. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم يوم الأحد الجاي إن شاء الله بنفس التوقيت. بإمكانكم متابعة هذه الحلقة بالإضافة للبث المباشر وباقي البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة تلفزيون البحرين عبر التطبيقات الموجودة أسفل الشاشة. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. مع السلامة. مع السلامة.